منظومة الصواريخ كان على مسارين. المسار الأول كان على فحص وتجهيز الصواريخ الموجودة في التخزين، وهذا العمل تم بسرية كاملة، وتم فحص وتجهيز الصواريخ ونقلها إلى الأماكن التي من المحتمل استخدامها فيها، وهي الآن موجودة في أماكنها وجاهزة للاستخدام. المسار الثاني وبمتابعة من سيدي رئيس أركان القوات البحرية وآمر الموقع الفني في طبرق وآمر شعبة الأسلحة والذخيرة، كان هو إمكانية استخدام هذه الأسلحة، هذه الصواريخ من منصات إطلاق. المنصات الإطلاق لم تكن موجودة لدينا. القطع البحرية التي كانت معدة لإطلاق هذه الصواريخ تم تدميرها بالكامل في الفترة الماضية من بعد 2011، فكانت هذه هي المشكلة التي واجهنا. فكان العمل مستمر ليل ونهار من أجل إيجاد منصة لإطلاق صاروخ وزنه يقارب 3 طن، والمتخصصين يعرفون معنى هذا، أن تقوم بإطلاق صاروخ يزن في إجمالي الوزن 3 طن، أن تقوم بقذفه في الهواء، فيحتاج إلى قاعدة متينة وصلبة وبموازين معينة وبقياسات معينة. فكان العمل مستمر من قبل المجموعة المكلفة بهذا العمل من الموقع الفني من أجل الوصول إلى هذا الهدف.